السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. So long my friends, and hope everyone have a great great time. في فيديو اليوم حنتكلم عن موضوع تفصيلي لبرامج الإعلانات المتسللة. ويحك يا فتى من الترجمة العقيمة، يعني ممكن من الأخير أقول برامج الأدوير. والأدوير اللي هي نوع من البرامج الضارة، والممكن نقول عليهم ضيوف غير مرحب بهم في أجهزتنا، لأنه زي ما عارفين إنها بتقرفنا بالإعلانات والنوافذ المنبثقة والغير مرغوب فيها. وإن شاء الله في فيديو اليوم ده حنكشف عن إنه شنو الألغاز المحيط ببرامج الإعلانات دي، وأصلها من وين، وكيف نتحلى منها من الأساس، والأهم من كده كيف نحمي أنفسنا منها. بس قبل كده، جديدين بالقناة اشتركوا وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، ويلا let's get into it. برامج الأدوير اختصارا للأدفرتايزنج سبورتد سوفتوير، واللي هي البرامج المدعومة بالإعلانات، بيتم اعتبارها من البرامج الضارة والمكارة اللي بتثبت نفسها بالسر على جهازك بدون تاخد منك أي صلاحية، وده اللي بيؤدي لظهور إعلانات ما مرغوب فيها من الأساس مجرد إنك تجي تشتغل بالإنترنت. وغير إنها بتكون مزعجة شديد، برامج الأدوير بتقدر تتبع سلوكك عبر الإنترنت، وبكده بتقدر تقدم لك إعلانات مخصصة بناء على اهتمامك ونشاطك. وده بيدينا مقدمة لإنه نتكلم عن البرامج الغير مرغوب فيها والمعروفة بالبابس أو البوتنشالي أنوانتد بروجرامز. البابس دي غالبا بتتثبت لما تجي تثبت برامج تانية، وعادة بتستخدم كأداة تسويقية، بتعمل على تعديد إعدادات المتصفح أو بتجيب لك إعلانات غير مرغوب فيها، وده أكتر نوع شائع في الأدوير. وطبعا بيتفقوا كلهم في الإزعاج، فجأة تلاقي المتصفح بيعلق، الشاشة كلها تتملى إعلانات زي النوافذ المنبثقة، أو تعيد توجيهك لصفحات تانية وهكذا. لما نجي نشوف الهدف الأساسي من الأدوير ما يزعجوا، بس في الحقيقة هي أداة بتزيد الدخل للمطورين اللي عملوها، وده زي ما قلنا من خلال عرض الإعلانات عبر الإنترنت تلقائيا داخل اليوزر انترفيس أو واجهة المستخدم يعني، وده بكون أثناء عملية التثبيت. لكن بيكون السؤال المثير للاهتمام، كيف بيستفيدوا منها؟ يعني واحد يكون عايز يربح سريع، فبيجي داخل صفحة وتلاقي إنك فجأة ربحت آيفون من مصطفى الآغا في مسابقة الحلم، أو ساعة رولكس، إعلانات نزل رامات بالمجان، والتحذيرات المضللة يلي هي من نوعية إنه جهازك فيه فيروس بس الشرط إنك تضغط على رابط أو تنزل برنامج معين وإلى آخره. فجأة تلاقي الأدوير نزل وتثبت، سمع خلاص فيه من الأدوير والبابس. كيف تعرف إنه جهازك وقع فريسة لهم؟ طبعا بديهي بكون في علامات كثيرة، زي ظهور الإعلانات في أماكن ما مفترض أصلا إنها تظهر فيها، مثلا فجأة بتكون بتتصفح في الاستوديو ويظهر لك إعلان. وأنا مرة حصلت معي في 2016، وكان عنده زي مؤقت يعني بعد دقيقة بالضبط بيظهر إعلان، بالأخير طبعا فرمت الموبايل. كمان برضو من العلامات اللي بتظهر إنه في أدوير في الجهاز بتاعك، فجأة ممكن تلاقي تغييرات غامضة على الصفحة الرئيسية في البراوزر، أو برضو ممكن يعرض لك صفحات الويب بشكل غير صحيح، أو فجأة تظهر أشرطة أدوات أو ملحقات أو مكونات أنت أصلا ما نزلتها. برضو ممكن زي ما ذكرت قبل أنه تحصل عمليات إعادة توجيه غير متوقعة لروابط تانية ورابط غير معروفة. من العلامات برضو بتحس أنه المتصفح بيقى شغال بطريقة بطيئة، وإنه ثبت لك برامج تلغائية ما معروفة في الجهاز. لكن الحاجة الأساسية إنه كيف بتتسلل برامج الإعلانات الغير مرغوب فيها؟ في طريقتين أساسيات، الأولى بتكون مجمعة أو مدمجة مع البرامج، ودي بتنزل دون علم المستخدم بهدوء وبدون موافقة زي ما ذكرنا برضو بيل، مع البرامج المجانية أو البرامج اللي بتكون free trial يعني زي نسخة مجربة. بالمناسبة يعني حتى البرامج المدفوعة لكن من مصادر غير جديرة بالصيغة ممكن يكون فيها بايلوت حق برامج الأدوير. وبيني وبينكم وخلوها السر، في تطبيقات شرعية وبنستخدمها بطريقة يومية برضو بتنزل معاها برامج أدوير لأغراض الإعلان والتجسس، ودي حخليها لفيديو تاني. والطريقة الثانية التنزيلات من زيارة مواقع الويب ذاتها، يعني سواء كان موثوق أو لا ممكن هو ذاته يكون مصاب ببرامج الأدوير وتنزل معك. والأهم من كده طبعا ممكن يحصل استغلال الثغرات الأمنية في المتصفح، عشان كده لما تسمع إنه جوجل كروم عملت تحديث الأفضل تمشي تحدث. طيب بعد كلامنا ده كله عن الإزعاج والضرر اللي بتعمل الأدوير، هل تصدق إنه كان يوم من الأيام شرعي الحدي منتصف التسعينات؟ لكن بعد كده بيجوا يعتبروها جزء من فئة برامج التجسس، لأنه طبعا أصحابنا الهاكرز في الحتة دي لازم يستغلوا الحاجات الشرعية بطريقة غير شرعية عشان يوصلوا لأهدافه.
ومع مرور الوقت المتخصصين في الأمن السيبراني اعتبروا الأدوير أقل ضرر من البرامج الغير مرغوب فيها واللي هي الببس. وبعد كده طبعا الشركات المشروعة زي جوجل وأخواتها عملت برامج إعلانية يوم جمعت جوجل أدسنس، وأما الشركات الغير شرعية طبعا غالبا بتنشر الأدوير بدون رادع ويهم جماعات رامات مجانية ومصطفى الأغا والذي منه، ودل بيخليها تنتشر بطريقة أسرع من خلال المواقع وشبكات الروبوتات البوت نت والبراوزر هايجاكينج، وما عايزة ترجمة حرفيا. وبالرغم من أن السلطات اتخذت إجراءات صارمة ضد البرامج دي وفرضت غرامات وعقوبات، إلا أنها زادت حدة وبقت أكثر عدوانية، وده باستخدام تقنية الاختباء زي الاختباء داخل التروجن، أحصنة الطروادة أو الروت كيتس اللي هي الجذور الخفية. بنيجي لآخر نقطة مهمة في الفيديو كله، واللي هي كيف أزيل برامج الإعلانات أو الأدوير. أهم حاجة يكون عندك نسخة احتياطية لملفاتك، سمعت يا جامعة الرباط؟ تاني حاجة لازم تعرف اسم البرنامج حق الأدوير النزل في جهازك شنو عشان تقدر تزيله بشكل فعال. نزل برامج الأنتي فيروس اللي بتعمل على فحص الإعلانات وإزالتها. برضو لازم تغير كلمات المرور في الجهاز كله، وتعمل حسابك لما تجي تنزل برامج جديدة بالذات المجانية ومن أماكن غير مشروعة. لازم كمان تقرأ الشروط والأحكام في أي برنامج قبل الموافقة عليها. وجماعة الأفلام والمسلسلات طبعا ما نسيناكم، لازم تتجنبوا تنزل من مواقع زي مواقع التورنت والتنزيلات الغير قانونية، وما تفتح تطبيقات من مصادر غير معروفة. أوف أخيرا خلصنا. في عالم الأرقام الذي ضعنا فيه ده لازم تكون مطلع وواعي لأي حاجة ممكن تضر بجهازك أو تهدد خصوصيتك، ولازم تستخدم أدوات الحفاظ على جهازك والموثوقة وعندها سمعة كويسة. وبس على كده بتمنى موضوع اليوم يكون مفيد وما طويل، لأنه صراحة تعبت وأنا بسجل. وأشوفكم على خير في فيديو جديد، ومع السلامة.